انا باسم تنهضر باسم الساكنه ديال تيفنيت، وحنا راه ساكنين من الثمانينات، وكانوا ديجا جاو سميتو صحاب السلطه في التسعينات، يعني كانوا داروا الاحصاء ديال عدد الديور وعطاو المارين للناس وقالوا لهم راه نعوضوا لكم. دابا حنا جانا دابا هذا القرار جانا صادم، ماشي راه صادم، كارثه. يعني راه كاينين دابا هنا الناس يترزقوا وعايشين ومكبرين ولادهم، بين ليلتين وضحاها يقول لك راه خمس ايام، واش عباد الله خمس ايام تبقى تخرج تخوي الدار؟ ما يمكنش باش تخوي الدار في خمس ايام وانت ساكن 30 سنه 40 سنه، وعرفتي راه كارثه كارثه. معظم السكان عطاهم القرار ديال الاخلاء، ويعني ذاك القرار الا جيتي راه ماشي يعني قرار رسمي، يعني ماشي جاي من الوزاره، ماشي جاي من وزاره السكنه. يعني حنا قالوا لينا راه يعني تيفنيت راه هيجي بروجي، يعني التسعينات قالوا لينا ها البروجي غيكون في تيفنيت، وانما قالوا لينا راه مازال غيكونوا هنايا سميتو غيكونوا دي زوتيل يعني قرى سياحيه، داكشي قالوها لينا في التسعينات، وانما قالوا لينا حنا راه الساكنه اللي كاينه هنايا راه عطيناهم النيميرو ديالهم، كل دار عندها النمره ديالها، في حاله ما كاين شي حاجه راه نعوضكم. هنا دابا اليوم تصدمنا، قالوا لك ما كاينش التعويض. وفاش كانت التدشين ديال المرسى هنايا، فاش كان جلاله الملك قال لهم الملك خليو لهم الديور ديالهم. هنا دابا حنا راه لا اله الا الله، لا اله الا الله، يعني هذا القرار جانا صدمه. اسيدي جانا ساعه العام اللي قال لنا هذا الشيء غادي يريب، صافي هذا هو امر الله وامركم. المسؤوليه ديال من قلنا له ديالك العايده ساعه العام، ما غاديش نحنا ديك الساعه نعارضوك في حتى حاجه. اي حنا ما غاديش نعارضوك، ايوا الا جات من الفوق معنا ما نقولوا. انا بحري إيه دوزت من قول سيدي من 64 65 إيه، وانا كنجي لهنا. إيه كنا ساكنين في الفوق عند في ايام النوايل، كانوا النوايل في الفوق. إيه 63 64 إيه كنا ساكنين في النوايل، كنجي عند با وعند عمي إيه الله يرحمهم كاملين ماتوا سبب تخو. صافي هادشي جا على 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 غفله، جا على غفله، هاد المنظر جا علينا على غفله. إيه حنا الحمد لله هنا بحريه، هنا كبرنا الوليدات وكل هي حاجه دازت علينا، والحمد لله راه مازال كنكبروا فيهم وصغار، عندنا الصغار وعندنا البنيات وعندنا كامل المسائل. المطالب ديالنا الى غيديروا هاد السبب البحر يعطوهم يبنوا لهم السكن ديالهم لائق، ماشي عاطينا هنا شومبر ديال جوج متر يلاه دير فيه الدوزان، ويقول لك راه عطينا البحريه السكن ديالهم. السكن شي سكن ما عندنا اوليدي الريس، لا السكن ما عندناش. حنا سيدي كنتواجدوا دابا في تيفنيت، شاطئ تيفنيت هو واحد الشاطئ اللي معروف على الصعيد الوطني والدولي، كيجيو ليه السياح بزاف من كل جهه وكل منطقه. وتيفنيت كما كتعرفوا هي يعني معروفه بالسياح والرياضات المائيه، السورف و يعني كاين لي دون الرمال، كاين بزاف ديال المؤهلات السياحيه. والمشكل دابا اللي كان هو الناس ديال هنا تفاجؤوا بانه خصهم يخويو الدور ديالهم، وحنا بصراحه تصدمنا بزاف، تصدمنا من هذا القرار هذا. غير اجي وقول للناس خمس ايام خصكم تخرجوا، حنا الصراحه ما بغيناش تيفنيت تكون توصل لهذه الدرجه هذه. السلطه كانوا عندنا يعني كانوا عندنا غير مول البارح تقريبا عطاونا واحد المهله ديال خمس ايام، قالوا لك اسيدي خصكم تجمعوا حوايجكم وتخرجوا في اقرب وقت ممكن. كيفاش غادي نخرجوا حنا ما علمونا راه غير اجي وخرج، ما كيفاش يعني راه شي بحال ما فهمنا فيه حنا والو. حنا الصراحه تصدمنا حنا كاشخاص، وحتى الناس اللي كانوا هنا تصدموا، يعني السياح اللي ساكنين هنا كانوا كيجيو مره باش يقضيو الاوقات ديالهم، ها هما حتى هما تصدموا. مثلا قال لك ما عمرنا شفنا هذا الشيء هذا، ما خلينا حتى بلاصه، ما عمرنا شفنا بحال هذه القرارات بحال هكا. تقريبا كيهضروا دابا مع المهنيين، يعني دوك الناس اللي بيشور اللي ساكنين هنا، يعني هادو قالوا لك واقيلا غيعطيوهم شي تعويضات وكيسينيو واحد الورقه باش يخرجوا، ولكن ما عرفت هذا الشيء من وراء غير يديروا يعني باش يخرجوا الاخرين كاملين، ولا ما فهمنا والو بالضبط. ما كاين حتى حل، قالوا لك اسيدي خصكم تخويو وراكم في واحد الملك اللي هو ماشي ديالكم، وخصكم تخويو ايميدياتمون.
كيفاش غادير باش تجي تخوي وانت راك ديما هنا وحنا لقينا جدودنا كاملين هنا، هنا فين كيصيدوا، هنا فين كيجيو كيدوزوا الصيف ويقضيو العطل الصيفيه ديالهم، ما كاين حتى شي مشكل. يعني ما الا غادي يديروا شي مشروع ولا شي حاجه مثلا، راه كاين عطا الله فين الداري، خليو غير لينا هاد الصوره هادي، حنا بغينا هاد الصوره ديال تيفنيت تبقى هي ودير المشروع. حنا ما حنا داكشي ديالكم اللي عشكم ديروه، راه المغرب كلشي ديالنا وديالكم.